حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مجددا ننحدر أو نذهب وإياكم إلى أرض أبي العلاء المعري، إلى سوريا العزيزة، سوريا الحبيبة، سوريا الدماء الراعفة والنازفة والتي ينزف أبناؤها في حبها شعرا ويؤكدون أنهم لابد عائدون. ضيفي هنا في الاستوديو الشاعر خالد الفجر ابن معرة النعمان من سوريا، حللت اهلا ونزلت سهلا استاذ خالد في بيت القصيد. حياكم الله استاذ مصطفى، لك ولكل الساده المشاهدين، ونشكركم على هذه الاستضافه التي نامل ان تكون ماتعه مع جماهير قناه الرافدين الرائعين ان شاء الله. هذا مما لا شك فيه. بعيدا عن الشعر نظما واحساسا، ذهابا الى اجابه نثريه فيها من الشعورية ما فيها، حينما تذكر أمامك سوريا، ما الذي ينتابك وما الذي يأتي في بالك من كلام؟ سوريا حقيقة هي كل شيء بالنسبة لنا، هي الجرح النازف الذي يعيش معنا في حلنا وترحالنا وفي يقظتنا ومنامنا. سوريا هي الحلم التي يعني نحلم به ذات يوم، وسنستمر في ذلك ونولد ثائرين إذا قتلنا، ولا نفنى وفينا الأمهات، تعاهدنا على الثورات حتى يزول الظلم أو تفنى الحياة. لو بقي واحد منا فإننا سنصل إلى هذا الحلم، لسوريا الحرة التي ينعم أبناؤها بالعدالة وبالحقوق والمساواة، التي ضحوا من أجلها بكل ما ملكوا. سوريا هي الجرح النازف في ضمير الإنسانية، ليس فقط الأمة العربية. هذا لابد منه، ولابد من الشمس المرتقبة أن تشرق يوماً خالد الفجر، ولابد من فجر آت فجر خالد، ولك من اسمك نصيب إذا ما أردنا أن نقرأه عكسا أو أن نقرأه بطريقة طبيعية. خالد الفجر أو الفجر الخالد، توقفت عند اسمك قليلا أو كثيرا، أو أحيانا يوقفك أحدهم فيقول لك إن في اسمك شيئا من الحكمة مثلا؟ غريب السؤال. السؤال ليس غريبا عليك، لكن حقيقة كثيرا ما كان يقال من بعض الأصدقاء هذا الذي تقوله، خالد الفجر أو الفجر الخالد. الحقيقة بالنسبة لي يعني الفجر هو شيء يعني في داخلي يدفعني للسعي إلى فجر الإنسانية، فجر العدالة، فجر الحرية، هذا دافع. والخلود كما تعلم يعني الخلود هو يعني صفة ثابتة للخلود الأبدي، وأيضا للذين خلدوا في ضمائر الشعوب. وبالمناسبة على هامش الاسم، نحن في منظمة إنسان أربعة من الخوالد مؤسسون في هذه المنظمة، يقولون لنا جمعية الخوالد. سنأتي على تفاصيل منظمة إنسان في سياق هذا البرنامج أو هذه الحلقة المتميزة رفقتك من بيت القصيد. أريد منك الآن أن تبدأ شعرا كيفما تحب وبالطريقة التي تروق إليك. ابدأ كيفما تحب، تفضل. أحببت أن أبدأ بمقطوعات واحدة للعراق وواحدة للبنان، وربما تستغرب يعني أنا أعيش الجرحى السورية كلها، لكنني أفكر في العراق وأفكر في لبنان، لأن القاسم المشترك بيننا هو واحد، والشعوب لابد أن تصل إلى يعني ما تريد. تفضل. أقول: ليس للفرس، فالعراق عراقي، رغم ما كان من سني الفراق، واحد كالذي عشقت وأحلى، واحد كالذي عشقت وأحلى، وعصي على دعاة الشقاق. لم تثر هذه الشعوب لخبز، إنه البدء في طريق عتاق، إنه الفجر حين يمحو ظلاما، فاستعدي بغداد للإشراق. يعلم الله كم أحب دمشقا، وأسيرا أنا لحب العراق. يعلم الله كم أحب دمشقا، وأسير أنا لحب العراقي. هذا الحب الممتزج بشيء من الحنين، بالكثير من العاطفة الصادقة، ربما يجعلنا أكثر عطشا إلى المقطوعة التالية. خالد تفضل. يا حامل الحب، لا تأبه بمن خانوا، وصن لها العهد لو أقصتك أوطان، وافرش لها القلب وردا كلما التفتت إليك، إن دليل الحب
غفران وافرش لها القلب وردا كلما التفتت إليك إن دليل الحب غفران. الله الله. لا تكترث بدعاة الكره لو كثروا ولو تقلد فيها الحكمة، شيطان سيسقطون جميعا، سيسقطون جميعا دون ما أسف، ولن يصدق بعد اليوم. فتان قد أدرك الشعب، قد أدرك الشعب أن الحق يجمعه والحب قوته والكره نيران. إني برغم جراحي لم أزل كلفا بحب من سار قلبي اليوم لبنان. لبنان وكل الشعوب النازفة وهذه الجراحات الراعفة. خالد الفجر من سوريا، باعتقادك هل تدرك حقيقة هذه الشعوب جوهر ما قلت وتقوم بتطبيقه فعلا لا كلاما؟ أعتقد جازما أن الشعوب ستصل عاجلا أو آجلا إلى هذه الحقيقة. ينبغي أن نهدم كل الأسوار المفتعلة التي حالت دون التواصل الحقيقي للشعوب في القواسم والمصالح المشتركة. نعم. لابد أن يصلوا يوما. هل ثمة مقطوعة أخرى قبل أن نذهب إلى موضوع القصائد؟ أكتفي بذلك. نعم، دعنا الآن نتحدث فيما يتعلق بالتجربة الشعرية والشعورية. هناك من يعني يجرم، أو لا أريد أن أتشدد فأقول هناك من يحرم فكرة يعني الجنوح إلى العاطفة، الجنوح إلى الروحانية، الجنوح إلى دعنا نقول الشعر الآمن الناعم السلام، الأفكار الهادئة في ظل ما تمر به الأمة من احتقانات وعواصف. أين يقف خالد الفجر من أصحاب هذه الآراء وإلى جانب من يصطف، وهل يتشدد لفكرة معينة؟ لا شك أستاذ مصطفى، تكلم بكل حرية، بكل حرية، لا مشكلة يعني، بكل حرية أستاذ مصطفى. نعم. الواقع الصاخب والدماء النازفة يعني تستدعي كل ما في النفس من نزق ومن غضب ومن قهر. لم أعترض معك في هذا الأمر، لكن هل تعيب مثلا على الآخر أن يكتب مثلا في الحب، في الأمن، في السلام، في الورد و جميل. إلى جانب الكتابة بالوطن؟ جميل. أم أن يوقف نفسه فقط من أجل الكتابة عن الوطن ليلا ونهارا؟ تفضل. أنا بكل صراحة أتحدث عن نفسي وعن تجربتي، لم أجد نفسي إلا في الوطن وفي ما يعانيه المظلومون والمضطهدون. لكن أنا لا أعيب على أولئك الذين يكتبون للحياة ويكتبون للحب ويكتبون في الأغراض الأخرى. لكن أيضا بكل صراحة ووضوح أقول يعني لا أستطيع أن أجد نفسي بعيدا جدا عن أغراض الوطن والإنسانية والعدالة وهذه الأشياء. ذلك. وشعري كله يدور في حول هذه الأغراض التي ربما تعرفني جيدا فيها. وإذا كتبت عن الحب أكتب في الحب الإنساني وليس الحب الغزلي ومشاكل. نعم، حينما نتحدث عن فكرة الحب الإنساني والحب الغزلي ومشاكل، أيضا حب الأم يدخل في إطار الحب، حب الوطن، حب جميل. الزوجة، حب الحياة، حب التضحية في سبيل قضية ما. الحب حاضر حتى ونحن نغضب. ربما صحيح. إكسير الغضب أحيانا يكون حب الدفاع عن قضية نؤمن بها. صحيح. وأعطيك مقطوعة وهذه من المقطوعات الجميلة بالنسبة لي. تفضل إلى مقطوعتك في الحب. أقول فيها: وكم في الحب تزدهر الحياة. أيوة يا رجل، قول أنك تقول بالحب، لا تنكر هذا الحب. نعم. تفضل. وكم في الحب تزدهر الحياة وتأتلق المعاني واللغات. إيه. ويغدو القلب رغم الضيق كونا ويشرق رغم ما صنع الطغاة. ويشرق رغم ما صنع الطغاة، رغم ما صنع الطغاة. وأحسن. وليس يباع أو يشرى بمال ويسكننا إذا ارتقت الذوات، فأهل الحب في الدنيا قليل ولكن بعض واحدهم مئات. فأهل الحب في الدنيا قليل ولكن بعض واحدهم مئات. الله الله. وأهل الحب كالقمرين فيها وأحياء إذا ما الكل مات. وأهل الحب كالقمرين فيها وأحياء إذا ما الكل مات. ربما سألك المشاهدون: نحن نعرف قمرا، فمن الآخر؟ هل المقصود الخفي؟ في التثنية يغلب قمران أو شمسان، يقصد بهما الشمس والقمر. أحسنت. نعم. أحسنت. أنا ظننت أنك تقصد القمر المعروف للعوام والقمر المجازي المخبوء في ذات خالد الفجر. أقصد مصدراء الضوء والنور. نعم. في هذا الكون. دعنا نعود إلى الحب الخالد في نفوسنا وهو حب الوطن، حب هذا
حلم الغائب، الحلم لا أريد أن أقول الممزق، لا، الحلم البعيد للأسف في ظل هذه الظروف الصعبة عن أيدي أبنائه. نعم. دعنا نتحدث عن لبنان التي كتبت عنها، وما الذي أو الذي كتبت عنه، وما الذي دفعك إلى محاولة الاصطفاف إلى جانب اللبنانيين شعرا؟ الخاطر الذي زار نفس خالد الفجر قبل أن يكتب المقطوعة التي سمعنا إياها قبل قليل عن لبنان. أنا شاعر إنسان. نعم. وشاعر ثائر، أنتمي إلى الإنسان، أنتمي إلى الإنسان حيثما كان، أقف معه في المطالبة بحقوقه، أقف معه إذا كان مظلوما، وهذا ليس فقط شعورا إنسانيا، إنما هو شعور ديني، أن ننصر الظالم المظلومة في أي مكان بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه، هذا دين. وبالتالي أتفاعل مع قضايا المظلومين، وأتفاعل مع قضايا الشعوب، لأنني أنا كسوري أود من كل الأحرار في العالم أن يقفوا معي للحصول على حقوقي، وبالتالي أيضا أجد نفسي مضطرا أن أكون مع هؤلاء المضطهدين، أحس بإحساسهم وأشعر بشعورهم وأناصرهم كما أرغب أن يناصرني كل الأحرار في العالم. هي رسالة أمة واحدة ممتدة وخريطة لا تقبل تقسيمات سايكس بيكو، أنت تؤمن بهذا المبدأ سواء في العراق، لبنان، سوريا، مختلف الأقطار العربية، بالتأكيد أن لك رؤية مختلفة؟ بالتأكيد نحن أمة، ما بيننا من القواسم المشتركة يكفي لإزالة كل هذه الحدود المصطنعة بالأساس، على الأقل إذا لم نكن قادرين في الوقت الراهن أن نتعاون كشعوب متحدة فيما بينها من قواسم مشتركة، كتجارب الدول الأخرى التي ليس بينها هذه القواسم إنما مصالح آنية، واستطاعوا أن يزيلوا يعني حواجز الحدود والجواز وغيره والتأشيرة، بينما نحن العرب الذين يجمعنا كل هذه القواسم والتاريخ والإسلام، لكن مع الأسف الشديد بيننا حواجز مصطنعة وحدود مصطنعة، ربما يعني يعز عليك أن تصل إلى أي وطن، وخاصة السوري الآن مع الأسف الشديد. أحسنت خالد، دعنا الآن نتجاوز حاجز الأسئلة ذهابا إلى مروج وحدائق الشعر، إلى القصيدة الأولى التي تود إلقائها على مسامعنا وعلى مسامع السادة المشاهدين الكرام، تفضل. القصيدة الأولى بعنوان ستبقى ويرحلون. ستبقى ويرحلون، لا شك، تفضل. مدادك للتحرر لن يجف، ونزفك كم يزيد الجرح نزفا. أخفت الظالمين بغير سيف، وطبع المستبد يخاف حرفا، ويعبث بالعقول، وهل تراها ستبقى رهنه مهما استخفى؟ لقد أحرجته حيا وميتا، وقد عريته مهما تخفى. لقد أحرجته حيا وميتا، وقد عريته مهما تخفى. يا الله. فحتى ما يظل الشعب نهبا لقاتل حلمه ويموت خوفا، ويتبع مالكيه بأي حال، ويأتيهم إذا نادوا زحف، ويشكرهم ولو سجنوه دهرا، ولو صلبوه عد الصلب نصف. وكم أفتى بقتل الناس زورا، وكم أفتى بقتل الناس زورا، شيوخ تحرف الآيات حرفا، ومن يأبى الخضوع يقال باغ، ويعلن أنه سيشق صف. وهل كانوا سوى في الظلم صفا؟ وهل كانوا سوى للبغي سيفا؟ نلام على الشهامة يا بلادي، ومن عشق التحرر منك ينفى. نلام على الشهامة يا بلادي، ومن عشق التحرر منك ينفى. إيه؟ وتتبعه لأقصى الأرض كف ملطخة بحقد فاق، وصفة لتعلن أن سيبقى الكون سجنا، فمن لم يقتلوه يغيب خطفا. يا الله. سألعن كل من حكموا بظلم، إيه والله، وكل مؤيد للظلم ضعفا. سألعن كل من حكموا بظلم، وكل مؤيد للظلم ضعفا، وأشدو للتحرر يا بلادي، ولو قطعت سوف أظل
سوف جميل. وليس بمخرس صوتي رصاص إيه. وإن فردا قتلت ولدت ألف ألف الله 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 عليك. وليس بمخرس صوتي رصاص وإن فردا قتلت ولدت ألف. سأبقى والطغاة إلى زوال وليس يضير بالأحرار منفى. بلاد ليس للأحرار فيها مكان حكمها سيزول خسفا. يا الله من هذه النهاية التي تلتصق حقيقة بالواقع لكنها تحذر كل من يركنون إلى الذل إلى الضعف إلى الاستهانة، كل من يقبلون بالهوان والذل تحذر من مصيرهم وتحذر من نهاية وعاقبة بلادهم، حتى أن بلادهم إذا استمروا على هذا الحال سينتهي بها المآل إلى الخسف. لعل الأفكار السيئة، الأفكار الكامنة، الأفكار الممتلئة والمشبعة بالأحباط في نفوس الكثيرين تتبدل إلى أفكار إيجابية فينهض من سباتهم. هل لديك شك بإمكانية أن تتحقق هذه المعجزة إن صح لنا أن نعتبرها معجزة؟ أنا لا أشك في ذلك. نحن لسنا مكلفين كأفراد أن نصل إلى الهدف الأسمى على مستوى المجموع. نعم. انتصار كل منا في بقائه على الهدف أحسنت. إلى أن يلقى الله، وهذا هو النصر الحقيقي لكل إنسان، هو ليس محتاجا إلى معجزة. نحن نستطيع أن ننتصر بأنفسنا عندما نثابر على الهدف. ولو بقيت وحدي في مقارعة الطغاة لن أستكين ولن أقف، وإذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أحسنت يا خالد. سنتحدث عن هذا الانتصار ومنه انتصار العاملين من أجل مجتمعاتهم، البذل الإنساني، العطاء من أجل الآخرين، من أجل الضحايا، المعذبين، المكلومين. هذا هو محور حديثنا ودوركم في منظمة إنسان إلى جانب دورك الشخصي فيما يتعلق بالعمل الخدمي والمجتمعي. هذا سنقوم به ولكن بعد أن نذهب أنا وأنت والسادة المشاهدين لنشاهد ونستمع إلى قصيدة أحد الشعراء الآن، ما رأيك؟ على الرحب والسعة، أنت القائد. إذن مشاهدينا الكرام نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، بعدها نعود لاستكمال نقاشنا والقصائد العذبة رفقة الشاعر السوري الجميل خالد الفجر. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. بالباب يا باب غصن بالدم امتلأ ربيعه قيل ولا وهو ما بدأ. بالباب يا باب قحط فاغر فمه نحو السماء وها قد أمطرت ظمأ. بالباب يا باب طفل نبضه نغم لكنه شاب بالأعتاب وانكفأ. يا باب خلفك لي حلم خلقت له ولي أمامك حزن جل من برأ. سبحان من ألهم الأحزان فاتخذت ما بين جنبي سكينا ومتكأ وشكلتني أباريقا وأخيلة تحسو الفراغ فتندى أحرفا ورؤى. قالت وقد أجلستني وهي واقفة هذا الذي شق صدري خلسة ورأى. هذا الذي بيض قلبي من تنهده وكلما قلت داوى جرحه نكأ. هذا الذي ثم تدنو وهي تطعمني في حجرة الغيب موفورا ومجتزأ. هذه قوافيك فاستعذب مرارتها وعانق الحزن واطرأ كلما طرأ. هذه قوافيك فاقرأ ما تيسر يا من يشرق الدمع في عيني إن قرأ. ورحت أتلو كتابا فصلت بدمي أبياته والليالي تنثني هزؤا من زفرة الرمل
من حزن الرمادي ومن خفق الأخاديد روحي تخرج الخبأ. لا هدهد زارني يوما، لا هدهد زارني يوما، ولا كشفت عن ساقها من أشاعت في دمي سبأ. وحدي تشكلت من ماء الحروف وفي رحم التناهيد حزني خطني نبأ. يا باب يا باب هذا الطفل يشبهني، قالت عجوز وراحت تشهد الملأ. وأقسمت ثم لما شاهدت وجعي يسيل من كل حرف أومأت خطأ. وجاء شيخ بعكازين يسأل عن طفل بعينيه شعب حزنه اهترأ. ومد يمناه نحوي كي يصافحني، وحين أيقظت قلبي للسلام نأى. ما كل من عانق الأحزان مرتضعا من نونها، كالذي بالحزن قد نشأ. عندي من الحزن ما لو أفرغت بدمي كل البحار وكل السحب ما انطفأ. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال متواصلين في هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيف هذا العدد من بيت القصيد الشاعر بن معرة النعمان من سوريا، خالد الفجر. أهلا بك خالد، ضيفا عزيزا على بيت القصيد مجددا. مرة أخرى مرحبا بك أستاذ مصطفى، نجم بيت القصيد دائما. حبيبنا أنت دائما. أود أن أتحدث عن دورك الإنساني والعمل المجتمعي. دعنا نتحدث عن كيف تبلورت الفكرة في البداية، خصوصا مع بدء حالات النزوح السوري إثر القصف الهمجي، سواء من الاحتلالات المتعددة التي تتعرض لها سوريا أو من النظام الذي لم يرقب في أهله مع الأسف إلا ولا ذمة. تفضل. الحقيقة أنا أعلم تماما عندما تمر في ضيق كيف للمسة الحنان ماذا تفعل بك. نعم. أنا كنت نازحا من دمشق إلى مدينة معرة النعمان، وعندما حصل النزوح من المعرة في أواخر 2012 إلى قريتي الأم في الدانة شمال مدينة المعرة، أذكر وقتها أن أول خطوة كانت لنا هو البحث عن رغيف الخبز لهؤلاء الذين نزحوا حديثا ولا توجد أفران ولا يوجد خبز. وأذكر وقتها أني دفعت ثمنه وأنا نازح، وكانت انقداح الفكرة من هنا أن نقدم شيئا لهؤلاء الذين تركوا بيوتهم. الفكرة التي تبلورت في بال خالد الفجر في تلك اللحظات العصيبة التي مر بها وكان شاهدا عليها بل وعاشها أيضا. كما أخبرتك أن أهل المدينة يصعب عليهم أن يعني يقوموا بخبز الطحين هم بأنفسهم، بخلاف أهل القرى ولم يكن هناك أفران في ذلك الوقت، فكان رغيف الخبز يعني هو قيمة كبيرة جدا. وأبشرك أننا من ذلك الوقت حتى الآن نحن وزعنا أكثر من 3 ملايين ربطة خبز على النازحين من شتى المدن والمحافظات. الواجب الإنساني هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الذين شردوا وتركوا بيوتهم وفقدوا أغلى ما لديهم وفقدوا أعمالهم. هذا أقل ما يمكن أن نقوم به. وأنا أقول نحن عندما نقدم هو نحن لا نفعل شيء حقيقة مقارنة مع هذا الواقع المؤلم والحاجة الكبيرة، إنما ندافع عن إنسانيتنا بل عما تبقى من إنسانيتنا. أحسنت. ونحارب اليأس في أنفسنا ولا نريد أن نستكين. أحسنت. وسنستمر بكل ما نستطيع بإذن الله. حدثنا الآن خالد عن منظمة إنسان، مكان إقامتها، أين تعمل، من تستهدف، جمهورها، أعمالها وأسباب استمراريتها. تفضل. منظمة إنسان من الاسم أنت تستطيع أن تعرف ما المقصود بها. إنسان كانت عندما أسست من جملة من الأعضاء الرائعين الذين أعتز بهم وهم ولا زالوا حتى اليوم يساندون هذه المنظمة، كان هدفها الإنسان الذي يعاني، ووضعت شعارا مع الإنسان حيث يعاني
وكنا نعي تماما أن نقف مع الإنسان المظلوم الفقير المضطهد بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، وبقيت مستقلة بإنسانيتها وبرنامجها بالرغم من كل يعني ما حصل في المحرر من تبدل لأنواع السيطرة. المستهدفون من هذه المنظمة هم الفئة الأشد ضعفا وخاصة الأرامل والأيتام والنازحون بشكل أساسي، وتعمل في أكثر من قطاع في الجانب الإنساني، منها الأمن الغذائي والصحة والتعليم وغيرها، والمأوى مؤخرا، واستطاعت أن تقدم شراكات أو تصل إلى شراكات رائعة مع منظمة الصحة العالمية وإيهاها التركية، وإنسان شريك استراتيجي لإيهاها وخاصة في برنامج الخبز. وكما أخبرتك وصلنا إلى ما يقارب 3 ملايين ربطة خبز مجانية، والخبز هو أهم احتياج لهؤلاء النازحين. المناطق الجغرافية التي تستهدفونها أين بالضبط؟ بدأت في نطاق مصغر في الطوق المحيط بمعرة النعمان، لكنها توسعت مؤخرا لتصل إلى كل مناطق إدلب، وفي يعني سنوات خلت أيضا قدمنا مساعدات للغوطة عندما كانت محاصرة. لكن العمل الرئيسي أو المنطقة أو المحافظة الرئيسية التي نعمل فيها هي محافظة إدلب، وأيضا لدينا أفكار بالتوسع إلى المناطق الشرقية. نتمنى لكم التوفيق خالد الفجر في هذا العمل المجتمعي. من يصبر على أذى الناس ويخالطهم له أجر، فما بالك بمن يصبر على معاناة الناس فيقاسمهم هذه المعاناة ويعينهم على مواجهتها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نتمنى لكم تمام التوفيق، ولنا الآن عليك دين قصيدة جديدة. حياكم الله، إذا سمحت لي أستاذ مصطفى، بما أننا كنا نتحدث عن الجانب الإنساني، لك ما تشاء، اقرأ ما تحب. أريد أن أذكر وخاصة في هذه الأيام الصعبة، وقد نزح أكثر من 350 ألفا مؤخرا والعدد مؤهل للارتفاع، كتبت قصيدة مرة لشهيدة الجوع في الغوطة، ومع الأسف هذا يتكرر في كل مكان الآن في سوريا. قلت في هذه القصيدة، كتبت قصيدة مرة، حتى كلامك النثري موزونا ما شاء الله، إلى قصيدة شهيدة الجوع. شهيدة الجوع، قلت في هذه القصيدة: فظيع ما نرى حقا، فظيع فظيع، وليس لهول ما نلقى شفيع، وليس الموت أعظم ما نلاقي، ولكن عندما خبر الجميع. يا الله أعد. فظيع، وليس الموت فظيع ما نرى حقا، فظيع، وليس لهول ما نلقى شفيع، وليس الموت أفظع ما نلاقي، ولكن عندما خذل الجميع. فهل ما زلت ترمقها بصبر؟ أمنك بعدها ذاك الجزوع؟ فديتك والدموع دليل عجزي، فيا أختاه ما تغني الدموع. الله. فديتك والدموع دليل عجزي، فيا أختاه ما تغني الدموع، ما تغني الدموع، فلا نامت عيون الجبن فينا، ولا عشنا وفينا المستطيل. فلا نامت عيون الجبن فينا، ولا عشنا وفينا المستطيع، ولا كنا وقد بح المنادي، فلا أحد يجيب ولا سميع، فليت الكون بعدك من يباب، فلا طعم ويفتك فيك جوع. الله الله. فليت الكون بعدك من يباب، فلا طعم ويفتك فيك جوع، ولا أمن ويرجف منك قلب، ولا أمن ويرجف منك قلب، ولا نصر وقد عز المنيع. ولا شربوا، ولا شربوا وأنت هناك ظمأ، ولا ولدوا وقد مات الرضيع. هنا هنا في الغوطة الحمراء شعب لغير الله ليس له ركوع. هنا هنا في الغوطة الحمراء شعب لغير الله ليس له ركوع، يصوغ من الحصار المر نصرا، ومسك النصر من دمه يضوع لأجل الله قد باعوا نفوسا، لعمر الله قد ربح المبيع، ولكن أمة المليار سكرى، وكل في هوى الدنيا صريع، إذا جاع الكرام
إذا جاع الكرام ومات طفل وقد شهدت على الجوع الضلوع فقد عم الظلام فلا ضياء ولا قمر ولا حتى شمول. يا إلهي من هذه الخاتمة المليئة بالوجع والحزن ولكنها تركن إلى طبيعة الواقع للأسف والظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في سوريا، أهلنا في اليمن، أهلنا في ليبيا، أهلنا المعذبون في أكثر من بقعة للأسف على امتداد هذه الخريطة للأسف المكتنزة بالأوجاع. أصبح الوجع اليوم في المنطقة العربية حالة تتسم بالديمومة. ما الذي ينقصنا حتى نتخلص من هذه الأعباء وهذه الآلام يا خالد؟ يا أستاذ مصطفى، يعني كل منا ربما انشغل بنفسه ويظن أن البذل هو على الغني. كلنا مساءلون، كلنا مساءلون، وكل على قدره وكل على قدر إمكانيته. لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. اليوم هذا العلم متاح للجميع وكلنا جيران بحسب الإمكانية في التواصل. نعم، أصبح درهم سبق 100,000، درهم سبق 100,000. أنا أبشر أن هؤلاء الذين يجودون بالدرهم هؤلاء خير ممن ينفق 100,000 لأنه أنفق نصف ماله. هذا وقت المسغبة، هذا وقت التضامن، وقت الإيمان، وقت الإنسانية، عندما نفكر بالآخرين ولو بالقليل، ولو بالقليل، ونستطيع أن نقدم الشيء الكثير لهؤلاء الذين يعني لم يعد لهم من أمل إلا ما من يقف معهم من المحسنين والخيرين والمؤمنين يعني آلام الإنسان الذي يعاني حقيقة. يعني أحسنت يا خالد. الآن دعنا نتحدث عن فكرة الشعر وامتزاجه بعملك المجتمعي والعمل الذي تعمل فيه، العمل الإنساني بشكل عام. من مزاولتك للعمل ميدانيا في ظروف معينة، في موقف معين، هل هناك موقف قادك إلى قصيدة، إلى فكرة؟ هل هناك موقف أثر بك فلم تنساه؟ الحقيقة يعني كثيرة هي المواقف. يعني أنا هو القصيدة كتبتها في 2012 لما كنت في مدينة معرض النعمان. نعم. ووقفت على مجزرة. الحقيقة كتبت وقتها قصيدة إهداء إلى معرة الصمود. تحفظها؟ لا أريد أن ألقيها في لكن أقول في مطلعها: ليل المعرة، ليل المعرة بالقذائف نار، ونهارها قصف وفيه دمار، دبابة طيارة حربية يرمي بهن القاتل الجزار، وغدا حماة الدار هم أعداءها وأخس جيش قاده بشار. إلى أن أقول فيها في التخليد لأطفال المعرة ونساء المعرة اللواتي تسابقنا لأتبرع بالدم، أقول فيها: أطفالنا قتلوا بلا ذنب سوى أن المعرة أهلها أحرار، وحرائر النعمان كل أصيلة منهن خنساء لها تكرار، فيهن للصبر الجميل حكاية ولهن في سفر الصمود منار. هذه من القصيدة التي كتبتها في 15/9/2012 في مدينة المعرة. موقف معين واقعي هو الذي قادك إلى كتابتها؟ نعم نعم، دفعني وبقوة إلى أن أكتب هذه القصيدة بعد انقطاع كثير عن كتابة الشعر حقيقة. نعم، هناك معاناة أحيانا تمتزج وتعتمل في داخل الشاعر الإنسان، لا سيما إذا كان يلامس معاناة الناس عن كثب أو من كثب بشكل شبه يومي. يعني هناك صعوبة يجدها بالتعبير عن مدى فداحة وفظاعة وصعوبة هذه الحال التي يعيشها الناس الذين يحاول أن يخفف من معاناتهم أحيانا. أستاذ مصطفى، كثيرة هي المواقف هذه، لكني سأأخذك إلى موقف آخر يبعث الأمل في النفس، وذلك من خلال ما شاهدت من أحد الشباب الذين قطعت أرجلهم ويد من يديه قطعت، ويحمل علم ثورته وهو على بطنه ويرفع شارة للنصر، وقد أثر في هذا المشهد حقيقة، فكتبت مقطوعة يعني في هذا الأمر. أقول فيها: على بطني، على بطني أواصل ما تبقى من المشوار،
أو أمضي شهيدا سأرفع راية الأحرار حتى أفجر في المدى أفقا جديدا. وليس بعاجز من قال كلا ومن رفع اللواء ولو وحيدا، ولكن من تخاذل عن نداء من الأحرار واختار القيود. وما تغني الجوارح عن أناس إذا اختاروا بأن يبقوا عبيدا عبيدا. وليس لقاعد من بعد عذر إذا المعذور لم يرضى القعود. وليس لقاعد من بعد عذر إذا المعذور لم يرضى القعود. أحسنت أحسنت في هذه النهاية، ولعلها رسالة تصل إلى الكثيرين ممن ثقلت همتهم عن هذا الحلم الذي لابد أن يتحقق يوما بصدق أبنائه المنتمين إليه. سنعود للشعر، ولكن لابد أن نتوقف عند فاصل قصير. نعم مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، متواصلون معكم في رحاب هذا العدد المتميز رفقة خالد الفجر من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. خالد، من جديد دعنا نذهب إلى الشعر مباشرة وما تود أن تقرأ، ولكن قبل القصيدة أخبرنا عن سبب عنوان هذه القصيدة ولماذا عنوانتها انتفاضة السلام. الحقيقة كتبتها بعدما قدمت من جنيف بأواخر 2018. نعم. عندما اجتمعنا في غرفة المجتمع المدني وتضم نشطاء من كل سوريا بشتى أطيافها حتى المحسوب على النظام، والحقيقة وجدت وقتها أن بيننا قاسما مشتركا وهو يعني إحلال السلام في سوريا. ويمكن أن نعمل لهؤلاء الجياع والمضطهدين والمعتقلين، ووثقنا ذلك بشكل جيد، وقلت هذا على الأقل يبعث في النفس الأمل على أننا نستطيع فيما لو توحدنا في هذا الجانب الخاص بالإنسان. نعم. واجتمعنا على معاناة الإنسان نستطيع أن نفعل شيئا. فكتبت هذه القصيدة، إلى القصيدة بعنوان انتفاضة السلام. تفضل. قلت فيها: خذني إليها فما في العمر متسع سيان في البعد صبر الروح والجزع، ما زلت أحمل في جنبي قصتها أنمق الحرف حتى يعذب الوجع، أصدق الوهم أصدق الوهم في وعد اللقاء، وهل سوى المحب بوعد الوهم يقتنع. أي والله. في شرعة الحرب إن الحب منقصة، يا بؤس مشعلها يا بؤس ما شرع، بلابل الحب بلابل الحب إن غنت مطاردة فهل ستشدو له من بعد ما قمعوا، وكل تربتنا بالكره قد زرعت فكيف تنبت حبا بعدما زرع، وهل يعود بياض الياسمين لها من بعد ما أحرقوا الأزهار واقتلعوا. الله. حبيبتي أنت حبيبتي أنت، إن الحب معصية، لأجل حبك كم روح لم تزع. حبيبتي أنت، إن الحب معصية، لأجل حبك كم روح لن تزع. الله الله. وكم تشرد من أبنائنا ونفور، وكم أسارى بسجن الظلم قد قبعوا، محاطة بجنود ما لهم عدد، وكل أبوابها بالموت تم. واصل السير واصل السير، والأبواب
موصدة في حبها اليأس والآمال تجتمع. سلوا دمشق، سلوا دمشق إذا كانت تذكروني، وهل ستذكر من في حبها اصطرعوا؟ لو أنهم صدقوا في حبها لبكوا مثل الثكال دما يا قبح ما صنعوا. سلوا دمشق، سلوا دمشق وكونوا صادقين معي، هل غير أعدائها من حربنا انتفعوا؟ لا والله. كادوك يا شام، كادوك يا شام، باسم الحق أجمعهم ومن دمائك حتى الآن ما شبعوا. كادوك يا شام، باسم الحق أجمعهم ومن دمائك حتى الآن ما شبعوا. أسد عليك ولكن كلهم تبع، أسد عليك ولكن كلهم تبع. لا ترفع الرتب الجوفاء بل تضع، لا أنت كنت غداة الحرب غايتهم، ولا لأجلك، ولا لأجلك هذا الجيش قد صنعوا، رموك باسمك، رموك باسمك واسم الدين، وانتخبوا من الدماء كؤوسا، وانتشل ورع يا منتهى الأمل الوضاء في ظلمي، ويا حبيبة أنت المجد لا يقع. الله الله. فالشام، فالشام رغم جراح العاديات لها جبين عز على الطغيان، مرتفعوا لموا مخازيكم، لموا مخازيكم يا قبح من حكموا، فالشام تلفظكم والشعب، فانقلعوا ستنصر الشام إن أحبابها انتفضوا، وتنتهي الحرب إن قاداتها خلعوا. الله الله، جميل. البيت الأخير لفظ فوق، طبعا البيت الأخير فيه اختصار كل هذه المأساة. نعم. ستنصر الشام إن أحبابها انتفضوا، و وتنتهي الحرب إن قاداتها خلعوا. هذا مما لا شك فيه، ولا تزال فكرة الثورة قائمة راسخة متجذرة في الوجدان السوري، لا يمكن أن يتنازل عنها أو أن يتخلى أو أن يتراجع، خصوصا ما ذاق الأمرين على يد هذا الظلام الأسود. الآن سأطرح عليك 5 مفردات، أو قل 5 كلمات يا خالد، وأريد منك معناها وفق ما يقع في نفس خالد، لا أريد معناها المعروف أو المتبع، وإنما أريد معنى ابتداعيا تبتدعه الآن أو من تلقاء تجربتك وعاطفتك بشكل حر. الكأس ماذا يعني لك؟ يعني الجانب المليء. الجانب المليء. نعم. نعم. الحزن. الحزن هو تعبير عن شعور لكنه ليس أسرا للواقع. المسافة. المسافة تعني التي تفصلنا عن الهدف، ولا بد أن أسير حتى أقطعها وأموت وأنا على الطريق. المعرة. المعرة هي يعني القلب النابض، وهي الحنين، وزوجتي من المعرة، وتحية للمعرة وأهلها ولزوجتي. أكيد لابد أن يكون هناك تحية هذا الاستديو التي أحبها وأقدرها، ويعني وجدت فيها المرأة التي فعلا كنت أبحث عنها. جميل تمرير هذه الرسالة في هذه اللحظة بالذات، ولكن الآن سأخذك إلى مفردة ربما تفاجئك ربما لا ترضيك، ولكن حقيقة أريد ما يخبئ أو ما تخبأ في نفسك من هذه الكلمة، وهي عاصمة جنيف. جنيف مفاجأة ليس كذلك؟ جنيف يعني هي من جهة عاصمة الجمال والاستقرار، وعاصمة ومن الجهة التي تعني خالد الآن، وتعني كل الأحرار، وتعني كل من كانوا يعلقون آمالهم. هي المحفل الدولي الذي مع الأسف الشديد هي وغيرها لم تستطع أن تقدم شيئا ولو يسيرا لتطلعات وطموحات الشعب السوري مع الأسف، وقد خاب فيهم يعني نظرة كل الشعب السوري، كل المظلومين حقيقة، وهذه لا يمكن أن يعني أن نحيد عن هذه الرؤية. رسالتك من خلال الشعر يا خالد التي تطمح
أن تؤديها إلى من يستحق وإلى من ينتظرون مثل هذه الرسالة الشعرية السامية من خالد الفجر؟ ما هي رسالتك الشخصية الخاصة؟ تستغرب يا أستاذ مصطفى أنني لم أكن يعني ممن يكثر من الشعر أو يكتب من الشعر قبل 2012. كتبت مقطوعات أو قصائد قليلة جداً، وكنت منهمكا في العمل الإنساني إلى 2016 عندما يعني تدفقت شعرا. هذا كله مرتبط بالألم والمعاناة، لذلك الشعر عندي هو رسالة للتعبير عن ذاتي وعن المظلومين والمضطهدين وأيضا الانتصار لهم، الانتصار لهم، وأيضا بالوقت نفسه غرس الأمل والحكمة في يعني هذا المجتمع الذي يحتاجها كثيرا. هذا هو الشعر بالنسبة لي حقيقة. أحسنت يا خالد. إلى القصيدة التي ستكون مسك ختام هذا العدد الذي كان ممتلئا بالأنس والشعرية الصادقة للأمانة. مر الوقت سريعا ووصلنا مع الأسف إلى قصيدة الختام. ما القصيدة التي ستختارها مسكا للختام يا خالد؟ القصيدة التي سأختارها هي ثابت باليقين، هو الذي ينبغي أن نكون عليه الثبات. ثابت باليقين أقول فيها: لأني أبي نفسي ما زلت أصبر، وإن كان ما حملت لا يتصور، ويقتات من قلبي ولحمي ومن دمي، ولكنني لست الذي يتضجر، ويسلمني قهر كبير لمثله، ولكن إيماني من القهر أكبر. تتابعت الخيبات حتى ألفتها، وليس بمعذور إذا الخل يغدو، وأعظم جرح من صديق ظننته فكان بطعم الملح والشكل سكر، يقابل بالطعنات من كان درعه، ويهدي إليه الموت لو كان يقدر، وفي كل يوم تستبين مساوئ وتكشف عورات، ويعرى مزور، ومهما تخف المرء في ثوب طاعة فإن خبايا النفس لا شك تظهر. سيعصمني ربي بقلب حملته يشع بياضا بينما الكون أغبر، محاط بأسوار اليقين، وناره سلام وبرد فيهما القلب أخضر، فلا شيء مثل اليأس يعمي ظلامه، ولا شيء كالإيمان حين ينور، أصد بإيماني يد اليأس كلما تداعت لأسري، ليس مثلي يؤسر برغم عذابات التي ما تركنني، ورغم جفاف الناس ما زلت أمطر، ورغم الذي لاقاه قلبي من الأذى فما زال حب الناس في القلب يكبر. الله الله. وبالرغم من خذلانهم ما خذلتهم، وإني لأجل الناس ما زلت أسهر، ولا أبتغي شكرا على ما بذلته، وما حاجتي للشكر والله يشكر. أقابل بالإحساس من لا يحس به، وأشعر حتى بالذي ليس يشعر، وأحزن حتى القهر إن مسهم أذى، ولست إذا ما مسني القهر أظهر، طريق مشيناها بكل وعورة، ولست الذي عن واجب يتأخر، ومن يعبر الأشواك سيرا إلى العلا فليس كمن يخشى، ومن يتقهقر، وليس أخو صبر كمن هو يائس، فأعلن وفاة اليائسين ليقبر. فأعلن وفاة اليائسين ليقبر، وأعلن صحوة في نفوس المحبين الصادقين ليزهروا نصرا. هؤلاء المحبون الصادقون الذين لابد أن قلوبهم أضاءت واستضاءت بمثل هذه القصائد الممتلئة حكمة، الممتلئة شوقا إلى الوطن، الممتلئة يعني في خريطة واضحة المعالم ترسمها في قصائدك. يبدو أن هناك رسالة طبيعية يحملها رجل
صاحب مبدأ أحاول أن يؤديها إلى من يستحق، وصفتها طبيعية. لماذا؟ لأنك تطبعت بها، فعسى أن يتطبع برسالتك كل من يستمع إلى مقالتك. خالد الفجر، رسالة محب تدون في التاريخ من ابن سوريا إليها، ماذا عساك قائل؟ أقول لكل المتعبين، تعبت جدا وهذه الروح لم تهن، والثابة للعلا ما همها بدني، ولا أقول قفي إلا تذكرني بهل رأيت نجاحا دون ما ثمن. لابد لكل نجاح من ثمن، ونحن جاهزون لدفع هذا الثمن إن شاء الله. نتمنى من الله العلي القدير أن يكتب لأهل سوريا فرجا قريبا، ولكم العمر المديد من أجل أداء هذه الرسالة الجميلة، الرسالة المسؤولة، وأنتم أهل لهذه المسؤولية. أستاذ خالد الفجر، الشاعر السوري الجميل والممتع حقا، انقضى الوقت. نتمنى أن تتسع الحياة بكرمها من أجل تكرار مثل هذه اللقاءات الجميلة في قادم المواعيد. كل الشكر لكم أستاذ مصطفى الجميل حقيقة، أنت أجمل، والإخوة في قناة الرافدين، وللسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله أن يجمعنا بكم عن قريب، ونستمع ونستمتع بهذا البرنامج الرائع. شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم الجميل. رفقتكم ورفقة شاعرنا في الأسبوع المقبل يتجدد بيت القصيد رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.